جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أكل الطيور كالحمام وغيره من الطيور، وذلك حين نصطاده يموت قبل ذبحه، هل يجوز أكل هذه الطيور وهي ميتة دون ذبحها؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان عند رميها بالبندق وهي السلاح المعروف الآن، ذكر اسم الله عز وجل، فقال بسم الله ثم رماها وأصابها وماتت بالرمية، أي حلال. وأما إذا رماها ولم تمت وأدركها وفيها حياة، فإنه لا بد أن يذكيها. فإن ماتت بعد ذلك وهو لم يذكيها فإنها لا تحل له، لأنها تكون ميتة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم، وأما إذا لم يسمي عند إطلاق السهم، نعم، لم يذكر اسم الله ومات الصيد بالرمي، فإنه لا يحل. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم.